يضرب بها اللسان أما تضمن له الجلال من التصديق بها والإنعام فلما تعلقت إرادته في العلم القديم بدور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباكرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة تسميرة في العالم المطلق الكبير عن جمال مسعود بالعين حبيب لوسط الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبدن فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروج ليتشرف في موت الاستقرار وموت الخروج وقد قدت الأقدار الأزلية بما قدت وترت من سر هذا النور ما أثرت وحسست به من حسست فكان مستقر في الأسلاب الفاخر والأرقام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم السادة بصرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتلقت همة الراكم لهذه الخروف بأيركما في هذا القرطاس ما هو الذي من عجائب ذلك النور معروف من خواص المؤمنين وترويقا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تغرب الأقلام عن سر خير الأنام ولكن الزن إلى تدوين ما حفظ من شر أشرف المخلوقين وما أكرم وبها في مولده من الفضل الذي أمل العالمين وبقيت رؤيت في الكون مسورة على مر الأيام والسور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا اجتسوك إلى سمع صوت العظيمة ولا الله ينفع بالمتكلمة والسامع فيقولان في صفات هذا النبي السافع وعند روحاني بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم وترك الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على آله رحمتي الأديار تسند في الليالي المولد
Shout out.
cinta safa adamu yang didamba wahai rahmat semua makhluk alam semesta wahai nur yang amat ternyata dari nurnya kau dicipta sebelum semua ada engkaulah yang awal mula Thank you.
Thank you.
wasallim wa barik. Setelah itu tanya jawab dipandu Ustaz Haimah. Tanya jawab terkait masalah bulan Maulid dan dibantu oleh Ustaz Ramlah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Falamma nadhuma fikru min dararil awsaf wa khammadiyati uquda. Tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه مخمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأمال فتعود ظافره وعلى باب عزته تخر الرحال فتعشى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وخفيض سرك وخامن راية دعوتك الشاملة. الأب الأكبر المغبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساق قوس إرشادك لأهل إمدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأبد المغبوب الخالص المقصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولخطرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكاتاتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تخرجنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في خضرة هذا الحبيب من الخاضرين وفي درائك اتباع من الصالحين ولخكك وخكه من المؤدين ولآتك من الخافدين. اللهم إنا لنا أدمع في رحمتك الخاصة فلا تخرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وبازره وولاه وظهره وهم ببركته وشرف بجاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا فجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وادم راية الدين القويم في جميع الأقدار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بآلها مأنورة مأنا وسورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المؤتدين والظالمين وابسط الأدلى بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصرنا للمعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الخرس المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا
منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Panjenengan sedaya ingkang sami hadir nderekaken Maulid Nabi mugi-mugi dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dados putra putri ingkang saleh salihah. Amin. Rezekine bapak e ibu e dikai lancar barokah dipun tebihaken saking balak musibah. Amin ya rabbal alamin. Ya napa niki wayahe napa mboten? Langsung. Waduh. Ilham ngamuk Ilham. Ilham, yo gane sinten sampean? Waduh, Ilham ngamuk. Ilham oleh sepatu boot kene bapak Neham. Lha wis entek. Cek iki sing motoe rojang. Duwe cak kateng bagian duwe. Hei, dua bagian gue. Ilham oleh sepatu boot. Ambil kaos kaki ya. Oleh kaos kaki gak peron, kena tiga E. Lah kok kayak gitu kan ya. Nabil oleh seragam pramuka. HP, siapa oleh HP? Yuk gane Haji Arianto oleh HP, merek Samsung ambil Xiaomi. Pak Maji oleh apa Pak Maji rek? Pak Maji oleh kerupuk. Pak Mustari kulkas tanpa pintu. Lemari es. Mas Edi oleh waduh. Mas Edi toko Surogali atau dapat lemari es tanpa pintu. Ayo ngedon itu konsumsi sebelumnya saya sampaikan mewakili tuan rumah matur suwun ingkang ageng sangat atas partisipasi berupa saran tenaga sumbangan materi guna terselenggaranya acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat ngaji putra putri jenengan sedaya mugi-mugi dipun balas dening Allah kanthi balasan ingkang nyenengaken. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu di suasana Maulid yang akan datang dengan kegembiraan dan mungkin lebih semarak lagi. 2003. Hah? 2003 akan menanti. Berkati dibagi berkati. Cakul, berkati cakul. Tolong kabeh sing ana toko iku wis. Kang ngono rek, ngetok nang toko. Minyak-minyak Vilma, beras, tak wis. Aku oleh Acul, aku oleh satu. Ajak Ron, bantu Ajak Ron. Sing terbangan kok iki lho. Oleh. Mas Anas oleh sabu. Nah soalnya sabuk ya. Sabuk. Sabuk angsi. Kres. Aku rek siji. Ayo yang belum maju, yang belum adik-adik. Ini. Itu, sabuk ini kita. Jewis, cukup. Iko terbangan tak lagi. Beras mentah ya, tak beras mentah.
Tul, bisa konsul. Jangan sampai terlewatkan, ayo monggo. Yang belum ngacung. Wis, Nduk. Mas, kembali Mbak. Setelah selesai petugas untuk membersihkan kembali lokasi rejek-rejek senang ikalah rek aduh, gak senggawa Anas. Ilmi oleh kerupuk. Nabila misalnya, Nabila. Waduh, Rih. Ulaan Ayo yang belum siapa? Bapak-bapak yang di luar tadi sebelah wetan. Pak Mustari dapat sarung BHS.